أنا من بتير بيت لحم، مبسوطة كثير اليوم قدرت أوصل على الحرم وعلى الأقصى، يعني هذا حلم، يعني الواحد بيحلمه خاصة بهاي الأيام الفضيلة والعشر الأواخر. بتمنى كثير من كل الناس إنهم يقدروا يوصلوا رغم الحواجز، رغم الصعوبات، رغم الجو مبارح كان صعب، اليوم الحمد لله كثير الجو كويس، رغم الاحتلال، رغم الحواجز، إن شاء الله يا ربي ضل عامر بأصحابه بأهل القدس وبالمسلمين جميعا، يا رب يقدروا يوصلوا، والله يستجيب دعاء الناس كلها، ويا رب يتقبل صيامنا وصلاتنا يا رب. كثير حلو اليوم، كثير أنا باجي بأيام قبل رمضان، بس اليوم إله نكهة طعم شكل غير شكل. مبسوطة كثير إنه عامر شباب وبنات وصبايا وأولاد صغار بيلعبوا بيصلوا بحضروا حالهم كمان للتراويح، مجموعة كبيرة من الموجودين هون بدهم يضلوا للتراويح، وأنا منهم إن شاء الله يا ربي، إن شاء الله الله يتقبل يا رب. يعني بحكي أنا عن أولادي، نفسهم لأنهم شباب صغار ما بيقدروا يوصلوا إلا بتصريح، ومش بسهولة يحصلوا على التصريح، يعني أنا بشوفه حلم، هم يعني بيوصلوا على الحرم، بيروحوا على الكعبة، بيروحوا على مكة، أسهل ما يجوا على القدس. إن شاء الله يا ربي الله هيك بيفتح الطرق، يا ربي يسهل الأمور ويزيل الاحتلال، ويا ربي عمر المسجد الأقصى يا رب إن شاء الله.